السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. من فترة مش بعيدة كنت نشرت على جروب الفيسبوك، قلت ان موقع ادبيلتي هيبدأ يجدد في السي بي ام بعد ما كان 2 دولار لكل دول العالم. قلنا هيبدأ يجدد السي بي ام، وكنت نزلت لكم صورة لنسخة السي بي ام اللي قال هيوصل السي بي ام ليها، وكان السي بي ام 6 دولار و8 دولار. لكن اللي حصل غير كده خالص، اللي حصل ان السي بي ام بقى 12 دولار للولايات المتحدة، وهو ده اللي يهمنا طبعا عشان الاستراتيجيات، وبقى 5 دولار لمصر ومعظم الدول. بقى السي بي ام ممتاز جدا في ادبيلتي. خلينا نشوف كده الموضوع ده مع بعض. لكن قبل ما نبدا، لايك الفيديو وسبسكرايب القناة، ولو الفيديو عجبك اعمل شير للفيديو. موقع ادبيلتي، اول حاجة دي واجهة الموقع الجديدة. تمام، الموقع جدد الموقع بشكل يعني كامل، بشكل كامل جدد الموقع. هنخش هنا على باي اوت ريتس ونشوف. طبعا موقع صادق جدا، يعني ناس كتير سحبت منه، وناس كتير يا جماعه ارجوكم والله ناس كتير سحبت من الاستراتيجيه اللي انا شرحتها للموقع، والله ناس كتير. ولكن في ناس بتشغل دماغها وبتعرف تشتغل صح، وفي ناس بتاخد الاستراتيجيه تطبقها زي ما انا عاملها بالحرف، اللي هي اكيد 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 مش هتكسب اي حاجه. لازم تشغل دماغك في اي استراتيجيه بتتشرح على النت، اي استراتيجيه ما تاخدش الاستراتيجيه وتطبقها بشكل مباشر الا في حاجات معينه انا هبقى اقول لكم عليها. تمام، لما اقول لك طبق الاستراتيجيه بشكل مباشر طبقها، تمام، لانها تشتغل معاك بشكل مباشر. اما لما اقول لك حاول تجدد، حاول تعمل، حاول تغير، لازم تحاول تجدد وتغير في الاستراتيجيه عشان تشتغل معاك، حتى لو هتغير حاجه بسيطه جدا ولكن لازم تغير. طيب تعالى كده نشوف السي بي ام مع بعض. عندك في يونايتد ستيتس 12 دولار، يونايتد كيندوم عندك 10 دولار. طبعا ده غير الموبايل بيبقى يعني حاجات مختلفه شويه، بتبقى ازيد ب نص دولار او 50 سنت. يعني في جرماني 8 دولار، عندك استراليا، الدنمارك، كلها حاجات عاليه جدا جدا جدا. يهمنا الوطن العربي، الكويت 5، مصر 5، قطر 5، تونس 5، الامارات 5، المغرب 4، ممتاز جدا على فكره، الجزائر 4، السعوديه 4. عندك كل حاجات هنا تمام جدا على فكره، والسي بي ام كويس جدا جدا جدا، ولكل دول العالم 3 دولار. طيب يا شباب، ايه الحلو كده؟ الحلو ان لحد دلوقتي الموقع بيستخدم اي ادز، ما بيستخدمش ادسنس، ما بيستخدمش اي حاجه تانية، بيستخدم اي ادز. وده اللي يخليك تقدر تعمل ايه؟ ده اللي يخليك تقدر تكسب منه عن طريق اي استراتيجيه انت ممكن تستخدمها من الاستراتيجيات اللي انا شرحتها قبل كده. بس برضو لازم تجدد في الاستراتيجيه. طيب تمام، هتقول لي يعني يا مصطفى انت عامل الفيديو ده عشان ايه؟ عشان اعلن عن الموقع. انا عامل فيديو عشان اعلن عن الموقع، عشان اقول لك ان الموقع ده جدد السي بي ام بتاعه، والموقع ده تقدر تستخدم عليه استراتيجيات من تفكيرك انت او استراتيجيات خاصه بقناه مستر بومتك. تمام، يعني انت ممكن تستخدم اي استراتيجيه كنت شرحتها انا قبل كده، او تبتكر انت استراتيجيه جديده للموقع ده. واراهنك اراهنك اراهنك ان اي استراتيجيه هتستخدمها جديده، لو انت ابتكرت استراتيجيه جديده للموقع ده هتنجح معاك 100%. ما تقلقش خالص من الموضوع ده، لان الموقع ده زي ما قلنا بيستخدم اي ادز مش بيستخدم ادسنس. تاني حاجه، لو استخدمت استراتيجيات مستر بومتك فبرضه هتشتغل معاك، لكن تحاول تجدد في الاستراتيجيه. اقول لك يعني ايه تجدد في الاستراتيجيه. مثلا غير الفي بي ان، ممكن اول حاجه انك تغير الفي بي ان. تاني حاجه ممكن تغير برايفت لينك. تمام، برايفت لينك اللي بيخفي مصدر الزياره ممكن تغير، تشوف موقع تاني يخفي مصدر الزياره. مش هقدر اقول لك امثله دلوقتي، ولكن قريب جدا هعمل استراتيجيه كامله على الموقع ده. تمام، كنت عملت استراتيجيه قبل كده للموقع ده، ولكن قريب هنعمل استراتيجيه تانية خالص عن الموقع ده. هسيب لك برده رابط الحاجات اللي انا قلت عليها دي اسفل الفيديو، اللي هو يعني الفي بي ان اللي بنستخدمه والحاجات دي هسيبها لك اسفل الفيديو، ولكن الافضل انك تغير. تمام، ممكن اسيب لك اكتر من في بي ان يعني اسفل الفيديو، تحمل اللي انت عايزه فيهم وتجرب. لكن زي ما قلنا الافضل انك تغير، تجيب في بي ان محدش يستخدمه قبل كده، تجيب برايفت لينك مثلا حاجه تخفي مصدر الزياره محدش يستخدمها قبل كده. كده يا شباب حاولوا تغيروا في الحاجات دي. حاول تغير من استراتيجيه بافن، بلاش تستخدم بافن، استخدمها على الكمبيوتر. يعني حاول تغير المتغيرات والحاجات اللي في الاستراتيجيه عشان تشتغل معاك 100% بشكل صحيح، وما يوقفش معاك العد، الكاونت ما يوقفش معاك، او يحصل اي مشكله معاك في الموقع واكاونتك يتقفل. بس هو ده كان كل حاجه بس عايز اقول لكم النهارده. كان شرح بسيط كده عن الموقع بتاع ادبيلتي، عن التحديث اللي عملوه. اتمنى يا شباب انكم تركزوا قوي في الحاجات الجديده دي، وان شاء الله كل ما يحصل اي تحديثات لاي موقع ان شاء الله هتلاقيها اول حاجه على قناه مستر بومتك. كان معكم مصطفى من قناه مستر بومتك. شوفت الفيديو، واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب القناه عشان نوصل ل 4000 مشترك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.